مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة تبعوا معنا القصة ديال إيمان 26 سنة. غادي نبسط ما أمكن في الموضوع. إيمان اللي كتقلب على الأم ديالها البيولوجية، الموضوع ديالها عطانا مجموعة من الاتجاهات. هي كتقلب على الأم، بعد السر اللي كان عند الأم اللي رباتها اللي قالت ليها قبل ما توفى بثلاث ايام انا ماشي امك وهذا ماشي باك، خدينا هذا الاتجاه في البحث عن الام، اعطانا ناس اخرين اللي كانوا كيحسوا بانه تقدر تكون ايمان بنتهم، والسبب الله عز وجل مكتوب رب العالمين ومجهود المغاربه انه هاد النساء اللي كانوا كيحسوا تقريبا انه تقدر تكون ايمان بنتهم بانوا البنات ديالهم. في خضم الموضوع ناقشنا الموضوع ديال ايمان اللي الان لازلنا ننتظر الخطوات ديال حافظه في اسفي اللي عندها السر اللي تقدر تعطينا الحد لهذا الموضوع، وكذلك فاطمه اللي كانت كتحس بانه تقدر تكون ايمان بنتها لقات بنتها، وكذلك فاتحه اللي لقات الابنه ديالها. في خضم الموضوع وحتى لا ننسى لم نناقش جانب مهم في هذا الموضوع يتعلق بالناس اللي كياخذوا هاد الوليدات بالتبني، الاشكاليات المطروحه في الموضوع وما خفيه كان اعظم. الان معايا نزهه بعيده عن الملف ديال ايمان 26 سنه، ولكن في صلب الموضوع كتعيش نفس القصه بطريقه اخرى. نزهه عندها 55 سنه، الزوج ديالها عنده تقريبا 63 سنه، ما كتبش لهم ربي الوليدات. بالصدفه لقاو واحد السيده حامله عندها مشكل كبير، ساعدتها خدت الابن ديالها. تما وهي تغير عندها الامور لما هو اسوأ. كيفاش؟ تبعوا معايا. نزهه، الا كان ممكن تعاودي لي القصه ديالك من الاول. انت ما عندكش الوليدات، ما كتبش لك ربي الاولاد، الزوج ديالك كنتي غادة تلاقيتي بواحد السيده، شنو اللي وقع؟ السلام عليكم. بعدا هاد الحياه تلاقينا معها في واحد الظروف صعيبه، وقت الشتاء بركه في الزنقه. قلنا لها اش خاصك؟ قالت انا بغيت عايش شي بلاصه اللي نبرك فيها. قلنا ما كاين مشكل، ديناها ديت معايا للدار بكل فرح، ديت معايا للدار، عطينا اللي قسم الله، كلات معانا شربت معانا، ديتها للطبيب خرج لها الدواء، شرينا لها الدواء، بركت معايا شي 5 ايام ولا 6 ايام. قالت لي راه عندي شي غرض غادي نمشي نقضيك تا، واخا بنتي ما كاين حتى مشكل، سيري غرضك هو الاول، نهار اللي تحتاجي المأوى ديال العائله جي مرحبا بك. بقات اتصالات بيني وبينها، كانت عندها ديك الساعه 6 شهر ملي ولدت في السبيطار، وهي تعيط لينا كتمشي وكتجي، ملي شدها الحال ومشات للسبيطار ولدت وليد، عيطت لينا ها ما كاين ها ما كاين. جينا عندها بدك اللي قسم الله، جينا عندها، راه كتعرفوا الانسان اللي كيكون في السبيطار راه كيكون باغي المأوى ديالو، يبغي ياكل يبغي، بلي قسم الله حنايا ما فتناهاش. بقات 4 ايام حيت ما عندهاش لاكارت، هي اصلا ما محطوطاش في الحاله المدنيه، ما عندهاش الحاله المدنيه. جاو رجال الشرطه شخصوا هذيك الحاله ديالها، قال شكون اللي غيتكفل بها؟ قلنا حنا غنتكفلوا بها هي وولدها باش نصب لها الوراق، هي وولدها. هادشي اللي كان في الظن ديالي انا، هذا هو المقصود ديالي من الاول. خداو لينا لاكارت، قيدوا الملف ديالهم في الدار الحمراء، داو هذوك الاجراءات، بغينا نتبعوهم باش ناخذوا الاجراءات، قال لك ما عندنا ما نديروا لك، سري للمحكمه. مشيت للمحكمه نفس المشكل، ديت معايا هي شخصيا، ديت معايا والوليد، مشينا للمحكمه تصنتوا ليها وشافوا الهيئه ديالها، وتصنتوا ليها وتصنتوا ليا انا، قال لك حنا غادي نساعدوها، عطاوها الموافقه باش تصاوب لاكارت، عطاوها الموافقه، ديك الاجراءات كلهم اللي طلبوا مني استعملتها، ما كما الوثائق كلهم معايا. ملي بغا عطاوها الموافقه باش نجينا باش ناخذوها هي باش نصوبوا لها لاكارت، مشات ما بقاتش بانت. قلبت عليها في جميع البلايص اللي كيقولوا لي فيها كاينه، كنمشي كنقلب عليها ما كنلقاهاش، وملي كنسول عليها كيقول لي راه يلاه كانت يلاه مشات، وما بقاش البلاصه كترصي فيها. يعني دابا كدوي لي على الولد اللي تزاد عندها الولد. اللي تزاد عندها الولد. شحال دابا عنده من عام؟ عنده 4 سنين. زيد 2019 في شهر 2، نهار 8 في شهر 2019. أما الوثائق كلهم عندي. وفي السبيطار ديال اللي ولدت فيه ما بغاوش يعطوني شهادة الولادة. قال لك خصها تكون هي عندها لاكارت عاد نعطيوها شهادة الولادة. إلا ما عندهاش لاكارت ما نعطيوهاش شهادة الولادة. هذاك الشيء علاش لجأت أنا للمحكمة باش نصاوب لها الوراق، باش نصاوب لها لاكارت
باش تكون قانونيين داك الشيء، ما بغيتش ندير شي حاجه اللي كيعصى فيها الله سبحانه وتعالى، يعصي فيها الانسان. خلت لي الولد، حنا كنتبعوا لها الاجراءات ديالها، كتغبر شهرين ثلاث شهور، شهر كتجي حنا غادي نصاوبوا لها الوريقات ديالها، الموافقه بسميتو بالوريقات اللي جمعت ليها، تلقيتها حامله، ولدت البنت. انا ما عرفتش واش حامله، تولدت البنت في السبيطار، عيطت ليا قالت لي راه ما كاين وما كاين. ولكن في الولد، في الولد بديتوا الاجراءات ديال لاكارت؟ ايه بدينا في الاجراءات، حيت ما غاديش الاجراءات راه شدوا ليا، شدوا ليا العامين وانا كنطلع ونهبط عليهم، عامين وانا كنطلع ونهبط على دوك. يعني هي براسها ما عندها تورقه، خصها تعاود السميه والكنيه والطبيب ويشخصوا لها السن ويشخصوا كل شيء. هذاك الشيء المسائل كلهم صاوبتهم لهذوك الوراق، كلهم تبعتهم. يعني في هذيك الوقيته غبرت عليك تحملت عاوتاني؟ تحملت، حملت ثاني، قالت لي رانا رانا ولدت، ما سقش لها خبر. الوقت اللي غادي غنصاوب لها لاكارت هي راه زادت، ملي عطاوها الموافقه باش غتصاوب سميتو زادت، ما بقاتش بانت ليا. كنقلب عليها كنقلب عليها، دابا عام ونص هذه وانا كنقلب عليها وما لقيتهاش، وانا الدراري ما بغيتهمش يضيعوا. هاد الوليدات ما درهم حتى شي حاجه، ضحيه ديال المجتمع. بغيت هاد الوليدات يصاوبوا لهم وريقاتهم باش يكونوا هما مواطنين بحال جميع الناس. الدري خاصها تجلب، خاصها القرايه، الولد حتى هو باغي يقرا، وصل دابا 4 سنين، وانا يا ما عرفتش، الله سبحانه وتعالى هو اللي فرج علينا وعلى جميع المسلمين. هادشي ما نطلب من عند الله سبحانه وتعالى، والمحسنين ولا كان شي جمعيه ولا هذا يصابوا لهم هاد الوليدات ما يضيعوش. هي راه ما كايناش، ما عرفتش ميته ولا حيه. العلاقه ديال راجلك بهاد الوليدات ولفهم دابا؟ ولفناهم هاد الوليدات، ولفتهم انا اكثر وهما يولفوني، وباهم حتى هو كذلك مثال. حنا ما سخيناش بهم، ما سخيناش بهاد الوليدات، ولكن جهدي لجهد الله سبحانه وتعالى. انت دابا شنو اللي كتشوفي؟ كتشوفي واش ممكن تجي تصوب الاجراءات وتعطيك الوثائق باش انت تكلفي بهم، ولا كتشوفي تقدر دابا تاخذهم تديهم لك؟ شنو اللي كتشوفي انت؟ انا نتمنى من الله سبحانه وتعالى تبان، نتمنى من الله سبحانه وتعالى تبان باش هاد الوليدات ما يضيعوش، وتا هي ما تضيعش، تا هي ما تبقاش ضيعه، تا هي ضيعه في المجتمع، تا هي ضيعه، ما عندها لا ورقه لا جوج. وكيفاش هاد الناس هذا كتعامل معاهم وكيفاش ما عرفتش. كيفاش درتي انت في الجلبه ديالهم وهادشي؟ شنو درتي؟ الدري جلبت ليه، كانت حاضره معايا الطبيبه، عارفينها تماك في الحي الحسني، في السبيطار ديال الحي الحسني، عرفوها شافوها عرفوها، جلبوا لي الدري، عنده الوثائق ديالو ديال الجلبه. ولكن الدري راه ما بغاوش يجلبوا لي حيت ما لقيتهاش، الدري ما بغاوش يجلبوا لي الاطباء، قال لي خاص ما تكون حاضره. وما كنقلب عليها وما كنلقاهاش، من الدري خلاتها لي عندها شهر، خلاتها ليا انا كنقلب عليها ما كنلقاهاش. قلتي لي واحد الوقيته مشيتي لجمعيه اخرى ديال الحليب ولقاو كيعرفوا هذيك الام، وانت تصدمي تما. الجمعيه اللي ديال بورغون، والده فيهم ثلاثه، مشينا باش ناخذوا شي وثائق، اذا كان عندها شي وثيقه ناخذوا شهاده مدرسيه ولا هذه ولا هذه. قال لنا ما عندنا حتى شي ورقه، كيقولوا ليها الزاكوريه. دابا هي والده ثلاثه قبل من هاد الجوج؟ والده ثلاثه قبل من والده خمسه ولا سته قبل من هاد الجوج هادو. وراسا والده بخليا ولد في التشارك، ثلاثه في الجمعيه ديال بورغون، بنت كاينه في خريبكه، الجولاد ما عرفتش، هي ما كتعقلش ولا ما كتبغيش تعطي الحقيقه. انت هادشي ما كنتيش عارفه انت قبل؟ هادشي ما كنتش عارفه، ملي بدينا الاجراءات كنسولوا ونبحثوا عليها باش نصابوا لها الوراق، هي فاش عرفت انا وهي شنو قالت لك النهار الاول؟ قالت لك عندي هاد الجولاد ولا شنو قالت لك؟ قالت لك انا عمري ما ولدت، قالت لي انا حامله بهاد الوليد، علاش بقات فينا وحنا دخلناها وكتبان بريئه وما فيها حتى شي بليه، هذاك الشيء علاش انايا ضميتها ودخلتها. دابا انت زعما ما عندكش الوليدات، ما كتبش لك ربي، وعندك جوج وليدات دابا كتربي عليهم الكبده. دابا انت خايفه من القانون ولا خايفه من انه تجي ديهم ليك ولفتيهم؟ دابا تخلطت عندك الدعوه من كاع البيبان وصافي من الاخر. انا خايفه من القانون، وخايفه من اني تبغيهم ولا شي حاجه. فعلا انا خايفه، الدري ولفني، الدري راه الوليدات الا ما عنقونيش ما ينعسوش نهائيا، مولفاهم بزاف، الدري مولفاه، حاسبه راسي بحالي ولدته، وهذيك البنيه بحالي ولدتها، واخا معاقه واخا خاصه بزاف، ولكن انا بجهد الله سبحانه وتعالى انا متكلفه بها بزاف كاع، وندخلها لقلبي. دابا انا راه باركه وربي اللي عالم بيا من جيتهم،
نقول راه يبكي ونقول راه ما واكلينش، نقول واخا راه مهلين واخا هادي، انا كنبغيهم يبقاو قبل سعينية، ولكن ما عندوش كد. راجلك اش تيقول فاجي وما صاخيش بيهم، كيقول يا خليهم خليهم تتموسي، بقاي معاهم تتموسي، وانا فعلا ما غاديش ندوزهم، ما غاديش نتخلى عليهم نهائيا حتى نموت. ملي نموت راه الله اللي خالقهم قادر بيهم. هادشي اللي كاين. عطيني النداء ديالك دابا في المعلومات اللي كتعرفيهم عليها، وفين كتقدر تكون في الدار البيضاء، ما ربنا شي حد يقدر يساعدنا يا ربي اننا نوصلوا ليها وتصنع معك القرار. واش قادره تاخذ هاد الاولاد ولا تدير معك الاجراءات القانونيه؟ وانت راه عارفاك وعارفه فين ساكنه، والزوج ديالك راه متقاعد الحمد لله، وبين الامور فين غادي يكبروا هاد الوليدات. وجهي النداء ديالك في المعلومات اللي عندك عليها. الحمد لله، انا كنطلب من الله سبحانه وتعالى تبان هي باش غادي تديهم، راه ما عندهاش فين غتديهم، حيت هي اصلا ما عندهاش المأوى، هي ما عندهاش القرار، ما عندهاش السكن. انا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ومن الناس اللي يسمعوا هذا النداء هذا، تصاوب ليا تصاوب لاكارت، هيايا تصاوب لاكارت، والوليدات يتصاوبوا لهم الورقات ديالهم، والبنيه تجلب ونتبعوا لها العلاج ديالها. وهادشي اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ومن المحسنين ومن الناس المسؤولين، يشوفوا هاد القصه هادي، يديروا معنا واحد الطريق لهاد الوليدات ما يضيعوش، حيت كيبانوا لي الناس في الزنقه، كيبانوا لي الدراري متشردين، وكيبقى فيا الحال وما كنلقاش شي جهد اللي باش نهز هاد الوليدات. الله اللي كيعلم، احنا مسلمين وما كنبغيوش الاسلام ديالنا يضيع هكاك. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ومن الناس المحسنين ومن الناس النائبين على هاد المواضيع هادو، يشوفوا من هاد الحاله ديال الوليدات هادو، راه ماشي ديال الضايع، هاد الوليدات ماشي ديال الضايع. الوليد ذكي، والبنيه تاهي واخا باقا معاقه ذكيه كتفهم. ونتمنى من هاد الام هادي تحضر وتبان، الا شافت هاد النداء هذا تجي دير خير في راسها وفي هاد الوليدات هادو، والله سبحانه وتعالى اللي خالقه قادر بها. انا غنساعدك، عطيني المعلومات ديالها، فين كتكون؟ فين هي؟ كتعمر الحي الحسني. انا بعد تلاقيت معاه في الحي الحسني، كتعمر في الحي الحسني، الجريده ديال الحي الحسني. شنو سميتها هي؟ سميتها حياه، كيقول لها الزاكوريه. سمراء هي؟ سمراء صحراويه، هي كتبان بحال افريقيه. وكتعمر ليس اسفه، كتعمر درب غلف، كتعمر اناسي، كتعمر بوزكوره، هي المناطق اللي شعبيه وفيها الرواج كتكون ديالها. انت بحكم المعلومات اللي عندك وملي تعرفتي عليها، شتي الكلمات الاولى اللي شفتيها، عندها شي بليه هي؟ عندها شي؟ ما عندها حتى شي بليه، البليه اللي عندها هو التليفون والزنقه، والزنقه ما تبركش في الدار، كنبركوها في الدار. عندها شي مرض هي؟ عندها التوحد، يمكن عندها التوحد، مريضه ماشي طبيعيه. ملي كنجي للدار وكنبغيوها تبقى، نقول لها حنا غنطيبوا لك الرفيصه، نطيبوا لك هادي، عاد كتاكل وتخرج، ما كتبركش، ما كتبركش. كنصبنوا لها دوك الحوايج ونعوموها، نوكلوها بزز. الله يقبل اجرك والله يستر لك يا ربي، وانا غنبقى نتبع معاك يا ربي نقدروا نوصلوا ليه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، هذا هو واقي الحال في الموضوع اللي انطلقنا به ديال ايمان 26 سنه، اللي عطانا مجموعه من الخيوط في وقائع كنعيشوا في المجتمع. نزهه طيبوبه ديالها 54 سنه، والزوج ديالها تلاقات بهاد حياه اللي عندها حوالي 38 سنه، حامله ساعدتها في الاول، اختفت على الانظار، من بعد لقاتها حامله، عاود خدات عندها الابنه، من بعد لقات الوضع ديالها في الاطار القانوني صعب، بدات معها بشرت مع الاجراءات، ولكن الاختفاء ديال حياه وقف المسطره ديال الاجراءات، لانه هاد حياه ما عندهاش بطاقه التعريف الوطنيه. من الطبيعي جدا انه خص يكون واحد الحكم، خصها تحكم على نفسها بطبيعه الحال باش تصوب لها الوثائق، تكون عندها الكنيه وتكون عندها السميه، وكذلك يحددوا لها السن. من بعد غادي تكون من الطبيعي ان توصل بطاقه التعريف الوطني تكون عندها، باش تقدر توقع معها وثائق ديال التبني، باش هاد الوليدات الولد والبنت اللي عند نزهه طمأن عليهم
من شقين، من شق ديال الإنساني ومن شق القانوني، أنه في أيدي أمينة، ولكن حياة لها رأي آخر. واش هادشي متعمد؟ واش انطلاقا من الوضع الصحي ديالها كتعاني من التوحد؟ وضع ديالها كيفاش؟ أرجوكم غادي نوضع رقم الهاتف ديال أخت نزا، كل من يساهم ويساعد في المعلومات اللي عطات نزا أجره محسوم مع رب العالمين. كيفاش نوصلوا لهاد الحياة؟ على الأقل إذا كنتي في وضع مستقر اللهم بارك هاد وليداتك، إلا كان العكس كملي الإجراءات القانونية باش غدا ولا غدا ما تكونش هاد السيدة في وضع صعب، لأنه قصة ديال إيمان عطتنا دروس. الأمور الآن حوالي سنتين ثلاث أربع، الوليد عنده أربع سنين، الدرية تقريبا شحال عندها؟ عندها عامين. نعم عندها سنتين، ولكن هاد الولاد غادي يكبروا، من بعد غتسولي عليهم كيفاش غيكون الوضع ديال هاد السيدة، هي غادي تكبرهم بالدارجة المغربية غتربي عليهم الكبدة، وهي تريد الاطمئنان على هاد الوليدات. واحد المسألة قالتها لي ونساتها دابا معايا في الحوار مهمة جدا، الدري في 4 سنين تيشوف دوك الأطفال اللي قدو تيقول لها أنا بغيت نمشي للمدرسة، ولكن الإطار القانوني في هذا الأمر ما عندهاش ورقة ديال التبني، ما عندهاش ما يفيد مدرسة أو الإدارة إذا صح التعبير تطلب منها التوقيع ديال الأم. غياب الأم كيشكل قوة في وقوف مجموعة من الأشياء اللي تفيد هاد الوليدات يكبروا في وضع سليم. أرجوك حياة وأرجو كل من يساهم من الهاتف اللي غنوضع ديالها اللي قدر يوصل يعطينا معلومات على حياة اللي نوصلوا للهدف. ما قدرتيش على هاد الوليدات خداتهم تكبرهم الله يقبل أجره. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع قصة نزع اللي خدت الوليدات هي والزوج ديالها، وفي خضم الموضوع حتى لا ننسى الزوج رب الكبد على دوك الوليدات. معلومة أخرى قالتهم لي كل نهار شنو يشري لهم يخليهم يدير عليهم، لأنه تو ما كتبش ليه ربي الولاد، ولكن الساروت كاين عند حياة. حياة هنا الدور ديالنا وديال المغاربة كل من يساهم بعدنا نوصلوا لهاد حياة باش تعطينا شي مسكة غادي ناخذو باش تدخل ديال الوليدات قادرة عليهم، ولا عطيهم لهاد الأيادي أمينة وديري الإجراءات القانونية حتى لا تكون يوما مع أخت نزا في وضع صعب من الناحية القانونية. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.